لي مبادرة دراجين سوريا أولاد الشمس، مبادرة من وحي الواقع استهدفت العديد من الشرائح في المجتمع في تقديم المساعدة على مستوى المعيشة أو في دعم بعض الحملات الوطنية كالمشاركة في الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة. رح نحكي أكثر عن هالمبادرة وبشكل مفصل. معنا أحمد الحموي، أحمد وفي الحموي، مؤسس مبادرة أولاد الشمس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافه كثير، و بتشكركم ان كنتوا هلا معنا انتوا عم تغطونا، لانه نحن شوي كان في شوي تفاصيل عم تعذبنا، فاكيد بعد ما حنكون معكم في كثير تفاصيل رح تساعدنا. اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي شو هي مبادره اولاد الشمس، خلينا هيك نعرف المشاهدين شو هي المبادره، شو بتعملوا مبادرات ايضا بقلب المبادره. تماما، نحن مجموعة شباب خلينا نقول بنهوى الدرجات النارية، الفئات الكبيرة شوي، اللي هي دائما كان في فكرة خاطئة عندنا بالمجتمع انه نحن اشخاص سيئي السمعة، اشخاص خلينا نقول غير جيدين، مع انه نحن عم نكون من فئات مختلفة من الشباب، الحمد لله مدرسين متعلمين، في منهم اشخاص بتلاقي الاب والابن والحفيد معنا احيانا بنفس التيم او في مجموعة. تمام. اول ما صارت جائحة كورونا على سوريا كان في فكرنا نحن مجموعة شباب انه نحن عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمعنا، فهنا نقول حكينا مع بعض الشباب انه لازم نعمل شيء، طبعا مو بس بدمشق، بحلب، باللاذقية، بطرطوس، بحماة وحمص ودمشق وريف دمشق والسويداء. نحن في جروبات مع بعضنا متواصل انه شو لازم نعمل شيء، فاقترحنا انه نحن كاشخاص وكدرجات نكون اداة لنوصل المساعدة للعالم، منه نخفف ازدحام، منه كمان بنفس الوقت لنعمل تفاصيل اكثر تساعد العالم. قدمنا على وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة انه نحن مجموعة شباب هيك 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 فكرتنا، وكان في تجاوب معنا وبلشنا العمل. بداية كان بدمشق وانتشرنا حاليا لكل المحافظات الموجودة. اخذنا اولاد الشمس على مبدا انه نحن اولاد سوريا وسوريا هي ام الشمس، فنحن دائما حاولنا نكون في بصمة. وفي شيء ثاني معين، نحن دائما السيد الرئيس كان يقول بدي شباب سوري واعي ومسؤول، ما بدي شباب سوري يفكر بطريقة غير صحيحة او ممنهجة، فنحن من هالمبدا حاولنا نكون نعمل شيء نساعد في بلدنا ونكون في عالم ايجابيه، ونشيل الصوره اللي براس العالم انه الدراج هو شخص سلبي دائما. اكيد. خلينا نحكي من هم المستفيدين من المبادره ومين عم بيدعمكم؟ حاليا نحن عم نستهدف طبقات الاشد حاجه بالمجتمع، اهالينا ورفقاتنا والعالم اللي نحن بنحس فيه اكثر شيء. مين ساعدنا حاليا؟ كان بدمشق في جمعية ساعد فقط هي اللي قدمتنا المواد، ونحن كنا نروح على المناطق نوزع فيها. مناطق تانية أبدا ما كان فينا دعم. بحمص فريق حمص هو عمل لمة منه وقدر يشتغل. بطرطوس دائما الحماصنة مختلفين. تماما. لا فريق حمص أكثر فريق شوي تعزدنا لاشتغل، مع أنه هن كانوا شباب منظمين من أول يوم، تقريبا 46 شب من مختلف مناطق حمص، دي مدينه وريفا شرقا وغربا. بطرطوس كان في تجاوب شوي من الجهات الحكوميه ساعدتنا كثير، بدمشق كمان مشكورين طبعا عن طريق جمعيه ساعد وريف دمشق. بالسويداء حاليا عم يشتغلوا على الموضوع انه كمان عم يحاولوا يكون هن منه للشباب، لانه الجمعيات للاسف باغلب المناطق حاليا نتيجه جائحه الكورونا كان موزعه اغلب المواد وعندها شوي ضائقه، فعم نشتغل على الموضوع هذا باكثر من محل. نعم. احمد، خلينا نحكي نحن من انطلاق هي المبادره كم شخص كنا، كيف يمكن جمعتوا حالكم بفتره قصيره؟ يمكن انتم دائما بتطلعوا بمواسم، بعرف هيك في دراجين. تماما. السنه الماضيه مثلا نحن كنا عم نستقبل دراجين العرب والاجانب اللي عم بيجوا على سوريا. تماما. نحن كنا نخاطب كان شيء من اللاذقيه وضيع اللاذقيه. تماما. نجي نجتمع كلاتنا بدمشق مثلا حدود لبنان او الاردن، نستقبل دراجين العرب، نعمل لهم جوله حول سوريا. الموضوع بلش بفكره انا وشب صدفه قاعدين انه لازم نعمل شيء، وصلنا ل 280 شب خلال 48 ساعه. على الفيسبوك؟ فيسبوك، الو، تليفون، يعني واتساب. بس نحن كيف صارت القصه؟ مرحبا يا شباب، نحن عندنا هيك فكره، مين جاهز؟ تصدقي وما تصدقي خلال ساعتين او ثلاثه كان الخبر عن كل الدراجين منشور، وكميه الطاقه والانرجي عند الشباب انه احنا بدنا نعمل شيء نساوي شيء كانت جدا مفرحه لاحمد، لانه احمد صحيح هو اللي بلش بالفكره، بس ولكن ايد وحده ما بتصفق، ولولا هالشباب كلياتهم ما كانوا معي كنت انا بلحظه بتفشل كل هاي المبادره. فالشباب قدروا بمحبه وتعب، لانه جد كان في تعب وخطوره، لانه وصلنا مناطق الحجر الصحي السيده زينب،
وقت كانت محظورة، وصلنا لعدرا البلد مثلا عم نحكي دمشق، وصلنا سيدي قداد مناطق بعيدة، البويضة، جرمانة، وبالمناطق الثانية كمان كان في خطورة، فكنا دائما يعني نحن عم يطلع الدراج من بيته ليشتغل هالشغلة، أو متطوع خلينا نقول، ما كثير حابين كلمة دراج لأنه هو أخشي متطوع بوقته وجهده وماله. كنت أنا عم بقول يا رب بس لا حدا من الشباب اللي عم يطلع لا سمح الله يلقط الفيروس ونكون بمصيبة، بس رب العالمين دائما بقول لهم كلمة نية خير فعاقبة خير دائما إن شاء الله. الله بيحميهم، وأكيد بدنا نوجه تحية شكر لكل الجند المجهولين الدراجين وين ما كانوا، يعني عملوا جهد كتير كبير. تمام. ويعطيك ألف عافية، ونتشكر وجودك معنا أكيد. تسلم. نورت صباحنا ونشوفك بحلقات قادمة ونجاحات أكبر إن شاء الله. بس أنا بدي أخذ من مواربانكم هيك بس فكرة، نحن هلا رح وجه عن طريقكم لكل شيء جمعيات بمناطق ذكرناها من حلب للساحل المنطقة الجنوبية، نحن موجودين بأي وقت شيء طارئ أو مو طارئ نحن موجودين. كيف بدهم يتواصلوا معكم؟ هلا بتحبوا نحن بنعطيكم رقم موبايل، بتحبوا خلينا فيسبوك إذا في صفحة فيسبوك في في جروب اسمه دراجين سوريا أولاد الشمس، وفي صفحة الفيسبوك اسمها هوك، هي عم تنشر كل أخبارنا. فنحن جاهزين لأي جمعية حابب تعمل أي شيء، وبدي وجه شكر كتير كبير لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي كانت هي راعتنا، اللي كنتوا أيضا معهم ضمن المشاركة الأخيرة بحملة الوطنية للاستجابة الطارئة. بدنا نشكركم كتير، الله يقويكم وموفقين يا شباب، وأنتوا شبابنا، أنتوا أملنا ومستقبلنا. تسلمي. وفيكم من أقوى. شكرا لكم أن صدفتونا اليوم، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا يا أحمد. نحن هلا مشاهدينا